فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته وهي ترضع طفلها فإنها في العادة لا تحيض حتى ينتهي الحولين أو حتى ينتهي الحولان، فما هي عدتها؟ عدتها في الحيض، إذا كانت تحيض تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.